مالك الخالدي على شمس فم. مرحبا بكم مرة أخرى في بوان جامعيتي، فرحانين وسعداء أيضا بأن نكون معاكم في هذا الجو اللي جامعيتي، ونتحدث على أيضا بعض مواضيع حقوق الإنسان، ولكن أيضا مواضيع أخرى اللي تهم المواطن بدرجة أولى. نمشيوا للكلمة اليوم. الكلمة ليهم، هذه الفقرة اللي نعطيه فيها الكلمة إلى المجتمع المدني التونسي أيضا، اللي قاعد يشتغل على مشاريع كبرى ومشاريع صغرى، يحاول يثمن أيضا ويقوم بدوره في التوعية والتحسيس والعمل ميدانيا، خاصة على مواضيع موضوع اليوم اللا مركزية في تونس اليوم. موضوع هذايا اللي الناس كما قلت قبيله شويه تعتبره نخبوي شويه، وانه مواضيع تطرح كان في الاعلام، ولكن على ارض الواقع المواطن يقول لك اش معناتها اللامركزيه، شنو هذا اللامركزيه. سعيد جدا باستقبال سي عبد العزيز بوصلاح عن برنامجي نكون فاعلين فاعلات. مرحبا بك سي عبد العزيز. مرحبا عايشك. مرحبا. وايضا عبر الهاتف سي منظر بوسنينه، رئيس الهيئه العامه للاستشراف ومرافقه مسار اللامركزيه بوزاره الشؤون المحليه، معنا بالتليفون. مرحبا بك سي منظر. أخير مالك وتحية ليك ولكل مستمعين شمس فم. لو كان تسمح لي سي عبد العزيز نبدأ مع سي منظر بوسنينة. اليوم برنامج دعم إصلاح اللامركزية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقارب 16 مليار تونسي، 5.3 مليون أورو، فيه 6 محاور، منها المرافقة، دعم التكوين. نحكيه على اللامركزية، خلي الناس يتسمع فينا توا سي منظر بوسنينة تفهم مش معناتها اللامركزية. يقول لك أنا المواطن توا أنا في حومتي في أي ولاية من الجمهورية، شنية تعني لي اللامركزية؟ يعطيك الصحة وشكرا على الاهتمام، وتحية لنور اللي تربطنا بها علاقات صداقة كبيرة ومؤمنين بالدور. يعني علي عايشك عايشك علي، ما عندكش علاقة صداقة علي بزويد. أنا جاي على خاطر كنت مع نور، كنت مع نور. مرحبا بك. تحية لها. عايشك. اللامركزية هي نوع من إرجاع السلطة لأصحابها. به الشعب التونسي اللي هو جزء رئيسي والمكون الرئيسي للدولة التونسية هو مالك السلطة. في المستويات المركزية عن البرلمان بالطبيعة، وعن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومركزها التشكيلات متاع السلطة المواطن يلقى روحه فيهم بطريقة من الطرق، لكن ما يمارس السلطة بتاعه إلا في إطار ونحن الديمقراطية دو بروكسيميتي، الديمقراطية القرب. أي المركزية وقت المواطن التونسي يشوف روحه ممثل في سلطة محلية تقوم بالأدوار اللي يعدها له القانون، ويكون عنده دور باش يشارك في اتخاذ القرار اللي باش يتنفذ عليه. لغة أخرى، سلطة الدولة هي ممثلة في الوزير والوالي وكل السلطات، هذوما الأشخاص يمثلوا الدولة لدى المواطن، بينما المجالس المنتخبة على المستوى المحلي البلدي ولا غضو المجلس الجهوي هذوما هياكل يمثلوا المواطن لدى السلطة. هذيش معناها المركزية. باهي كلامك محلاه، كي نسمعه يعجبني، رجع السلطة إلى أصحابها، المشاركة في الشأن المحلي. ياسر مزيان كلامك سي منظر بوسنينة، ولكن توا الناس يتسمع فينا يقول لك هاو مش موجودة، ذي مش قاعد نشوفه فيه. هني أنا مواطن كما كنا نحكي وقبيلك أنا وعلي بوزويدة، هني أبسط ظروف العيش منيش قاعد نلقى فيها. يعني كيفاش قاعد هذه المقاربة ما بين جيب المواطن، نلقاو توا قبيلك 1,700,000 تونسي يعيش ب 5,000 فرنك يوميا، كيفاش السلطة المحلية ولا مركزية هذية ممكن تساعد المواطن هذية باش أنه يلقى عيش كريم، والعيش الكريم تعرف المفهوم متاعه الشامل والواسع، كيفاش هذا ممكن يتكرر؟ خاصة مالك أنه بعد الانتخابات البلدية سقف الانتظارات متاع المواطنين من البلديات كبر، وبرشا عباد ما تعرفش شنو هو بالضبط الدور اللي قاعدة تلعب فيه البلدية، وممكن هالفرستراسيون هذية معناها غياب معناها التواصل الفلويد، مع المواطن يعرف بالضبط شنو ينجم يعمل على المستوى البلدي، ممكن هذا اللي ينقصنا احنا كمواطنين. مش كان المستوى البلدي، حتى الجهة ومن بعد الإقليم، على خطر التقسيم متاع المجلة الجامعات المحلية ما تقتصرش كان على المحلي أكهو، معناها تمشي للجهة ومن بعد للإقليم. دونك هذه ماذا بينا
سيمونذر يفسر لنا اكثر كيفاش نجموا نستفادوا نحن كمواطنين كمجتمع مدني من التقسيم هذا وفين ندخلوا نحن فانا تراكن نجموا نمشيو كيفاش نجموا نبدلوا السياسات كيفاش نجموا نخدموا مشاريع كيفاش نجموا نقترحوا اليات عمل وحاجات كيفنا كيف. يلا سيمونذر الكره عندك مجموعه من الاسئله. لازم نشوف الموضوع في اجماليته. لازمنا نحاولوا ننزلوا الافكار نتاعنا. نقولوا المركزيه فيها برشا مستويات وبرشا ديتاج. ليتاج بازيك الاولاني هو البلديه. ليتاج الثاني يهم المجلس الجهوي. والليتاج الثالث هو الاقليم وبالطبيعه هذا الكل يتهيكل تحت سقف كبير اسمه المجلس الاعلى للجماعات المحليه. نوصلوا هنا لهذه ونقولوا عملنا خطوه كبيره في مسار المركزيه. ولكن المستويات الثلاثه يعني كل منطقه من تراب تونس مثله فهيكل من الهيكل هذوما عندنا ديما في كل بلاصه بلديه وعندنا مجلس جهوي اليوم عندنا نيابات خصوصيه بعد عامين ولا اكثر نجم نعملوا انتخابات ولا عندنا مجالس جهويه في المستقبل ابعد شويه باش نلقاو عندنا اقليم. الثلاثه مستويات هذوما يلزم نفصلوا من بين كل واحد شنو يتدخل. البلديه تعطينا خدمات القرب اليوم شنو تعمل البلديه؟ وقامة بمسؤوليه الحاله المدنيه عندها المسائل نتاع النظافه عندها مسالك التوزيع البنيه الاساسيه التنوير العمومي الاسواق مسالخ الى اخره. هذا اللي قاعد يصير في البلديه اليوم. والبلديه زاده هي شكل من اشكال السلطه. يعني تنفذ التراتيب المحلات المفتوحه للعموم، المحلات التراتيب الصحيه، التراتيب البيئيه، الانسان يخالف البلديه هي اللي تعاقب في الحكايات هذوما. هذه صوره قديمه على البلديه اللي عشناها في الدو جينيراسيون. اعطينا الصوره الجديده. اي الصوره الجديده وين ماشيين؟ تونس عاشت دو جينيراسيون تاع ديسونتراليزاسيون. جزء ما بعد الاستقلال وقانون 75 وفي كل مره كنا نعطيه للبلديه اللي هي الشكل اللي نعرفوه في المركزيه في تونس كنا نعطيه صلاحيات اوسع لكن ما زلنا ما وصلناش لانه تكون طرف فاعل في التنميه. اللي هيكل مسار المركزيه على ال 20 ولا 30 سنه جايين هو مسار نقل صلاحيات. اليوم البلديه نعرفوا الاشياء اللي تمارس فيها. قدوه صلاحيات لازم تتوسع. طبعا انا ايدونتيفي خمسه مجالات هما شنو؟ التربية والصحة والنقل والبيئة والتجهيز يعني جانب التعمير على الأقل. المسائل نتاع نقل الصلاحيات راهي باش تاخذ مدة طويلة وما نجموش اليوم نتكلموا ونعطي البلدية مثلا تاخذ نتصرف في مدرسة سواء كان في الجانب التعليمي ولا في الجانب الاستثماري أو في الانتروتيا نتاعها. المسار نتاعنا أن يلزمنا اليوم نقويوا البلديات ماديا وبشريا وتقنيا باش تنجم تستوعب الآليات الجديدة اللي تخول لها نتمارس صلاحيات منقوله ولا مشتركه من عند الدوله. بيه. هذا المسار خليني نتفاعل معاك لهنا خليني نكون بي كونكريت ما بيه. البلديه تجب تكون فعل اقتصادي زاد كيفاش؟ يعطيك الصحه. عندك مثلا في مجله الجماعات المحليه اللي هو الاطار القانوني الجديد للبلديات وللجهات والاقاليم يعني للمركزيه يقول احد فصول المجله هذه واللي يحب يتبع يلزم يهتم بها على خاطر هذا الفصل 105 يعطي للبلديه صلاحيه انها تنجز برنامج او مخطط التنميه المحلي. ومخطط التنميه المحلي هو المخطط اللي من خلاله تقع برمجه الاستثمارات البلديه وكذلك استثمارات الدوله على التراب البلدي. وكالديناميك اللي باش تصير من بين الدوله والبلديه وباختلاف مصالح الدوله باش نبرمجوا ونخطوا ونعملوا طرقات ونعملوا اسواق ونعملوا مسالخ ونعملوا معامل ومناطق صناعيه ومناطق سياحيه الى اخره باش نخلقوا الديناميك هذيك في وسط التراب نتاع البلديه. والاهم من هذا الكل انه التخطيط هذا يصير حسب الفصل 29 من ذات المجله بالمشاركه مع المجتمع المدني والمتسكنين. دونك البلديه ماهيش باش تبني معامل وماهيش باش تكون هي عامل ولا وسيله تشغيل لكن هي باش تخلق الفضاء الاقتصادي والاجتماعي لبلورات مشاريع تؤدي الى استثمار وتؤول الى تنميه في الاخر هي بطبيعه يمشي في التشغيل والى اخره. منذر بوسنين رئيس الهيئه العامه لاستشراف ومرافقه مسار المركزي بوزاره الشؤون المحليه والبيئه نحبك تبقى معنا لانه عبد العزيز بوصلاح عن برنامج هنا كن فاعلين فاعلات موجود معنا في الاستوديو يحب يتفاعل معك تفضل. سي عبد العزيز. انا سي اسلام سي منذر وفرحان برشا اللي قاعد تواصل معك. حبيت جوست نكمل على نفس الفكره اللي حكيت فيها في ندعم الموارد الماليه للبلديه. انا الحقيقه نشوف كونه الكلمك صحيح
وواضح، وهي اصلا التوجه نتاع الحكومه الجديده هذه اللي حتى وما نجموش نحكيوا عليها على خاطر مازالت جديده. طيب على الاقل كي نشوفوا كون توليت عندنا وزاره للشؤون المحليه وحدها ما عادش ديما مربوطه بالبيئه. لكن نرجع للدعم البلديه، دعم الموارد الماليه البلديه، نتصور اللي ما نجموش ندعموها بطريقه احسن وافضل واللي تضمن استمراريه الموارد نتاعها الا ما نقوموا باصدار الاوامر الترتيبيه للمجال الجامعات المحليه، الا ما نكون نرجعوا للتعهدات نتاع الحكومه السابقه اللي هي على صندوق دعم اللامركزيه والتعديل والتضامن، اللي هو الاداه اللي تهدف لتحقيق التوازن المالي والاستقلاليه الاداريه للبلديات. فهي هذا ما حكيتهم لك انا تعهدات، وانا حبيت نعاود نذكرهم لك مره اخرى على امل كونه الحكومه تزيد تتفاعل معاهم وتزيد تنص عليهم وتحث باش يكونوا موجودين في اقرب الاجيال، باش البلديات نتاعنا يكونوا في مستوى خير من اللي شفناه عليهم، على الاقل في مواجهه مشاكل كبرى كيما الوضعيه اللي كنا فيها اللي فيها توا واللي كنا فيها في الوقت اللي فيه. سيمون لو تسمح عندك دقيقه للاجابه بكل ود وبكل محبه. هاي تفضل. لا مانيش باش نطول عليك، المركزيه هي زاد حلم، وحلم باش يعيشوها التوانسه الكل. ممكن ما هو الحلم ممكن تحقق تحدي كبير ولا مركزيه راهو تصور انت معناها السلطه المركزيه اللي كانت تاريخيا عندها السلطه باش تعطي السلطه لعباد اخرين، ونحبوها حلم تتحقق زاد الوش. تفضل سي منذر. باش تتحقق الحلم هذه راهو فما ارضيه لازم تحصل، فما ارضيه دستوريه تعملت وفما قانونيه قاعده تصير هي مع المجله والنصوص التطبيقيه نتاعها، فما تاخير وما ننكروش، لكن الماتوريتي اللي طلبها النص ساعات نقولوا لازم 9 شهور وساعات تطلب عامين، يزولنا ناخذ وقتنا مش معنا نتباطؤوا لكن نركزوا في عقلنا. ناخذ لك فقط الكا نتاع صندوق تنميه الدعم اللامركزي. ايوه الدعم اللامركزي. الصندوق هذا راه واحد من 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 شكل مؤسساتي جديد، على خاطر احنا الصندوق شنو هذا؟ باش يجمع كل لي ترونسير دو ليتا اللي ماشيين من عند الدوله ماشيين لفعاليات البلديات، باش يتجمعوا الكل اللي هم مفرقين تقريبا ثلاثه اليوم، باش يجمعوا في صندوق واحد. معناها باش يعطينا اكثر تنظيم واكثر فعاليه واكثر مساعده في تحويل الفلوس وفي متابعتها ومراقبتها انها تؤدي الوظيفه نتاعها. الحاجه الثانيه انه الصندوق هذايا باش يعطينا امكانيه ما عادش نحاولوا فلوس برك، لكن نجم نستوعبوا اللي هي جديده نتاع التمويل اللي هي لا فيسكاليتي بارتاجي. جوسكو لا مازالت الدوله تعطي فلوس، قاعدين نتفاوضوا توا نتعاملوا مع كل مكونات الدوله المعنيين باش ما عادش نحطوا فلوس هكا هو، لكن نحطوا نسب من جبايه نتاع الدوله. شكرا. تمشي للجماعات المحليه. شكرا سي منظر بوزنين رئيس الهيئه العامه لاستشراف ومرافقه مسار المركزي بوزاره الشؤون المحليه والبيئه. نعملوا ترتيحه صغيره كادي بوستاني سيف مي.